ومن سلسلة مراجعات على قناة ماستر تقنية. احنا وياكم اليوم عندنا هاتف الاونر ايضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد من الهواتف اللي راح نضيفه بسلسلة قناة ماستر للمراجعات هو الهونر 8A وليس أي 8. هاتف جديد من شركة هواوي من فرع هونر بالتحديد، اجى بمواصفات جدا مميزة قياسا بالسعر. يعني هذا الهاتف يجي بسعر تقريب 160,000 دينار عراقي، يعني بالدولار تقريب 123 إلى 125 دولار. هاتف يجي بذاكرة 32 مبدئيا، ويجي ببصمة موجودة بخلف الهاتف وبتصميم جدا رائع، واكثر ما ميزه الحفرة اللي موجودة بالاعلى، قطرة الندى اللي موجودة بالشاشة، يعني واكب سلسلة 2019. بصراحة ابهرني هذا الهاتف من ناحية السعر والمواصفات اللي موجودة عليه. هتعرف على كل ما يميز هذا الهاتف. معلومة انه حاليا انا اصور بكاميرا النوفا 3 من شركة هواوي. خليكم وياي وان شاء الله مشاهدة ممتعة. ولو اجينا احنا وياكم حتى نلقي نظرة مبدئية على هذا العلبة الخاصة بالهاتف، راح نشوفها باللون الازرق، مطبوع عليها صورة الهاتف ولوجو هونر. عند ما تفتح العلبة مباشرة راح تشوف الهاتف امامك، زائد كتيبات بسيطة، زائد حافظ جيلاتين ممكن هو يكون حماية فعالة للهاتف نفسه، ومسمار الفتح الشريحة بالشكل اللي تلاحظونه امامكم. ادبتر للشحن هو من المعتاد المتوسط، هذا النوع يكون جيد جدا بعد تجربة واستخدام. عندنا كيو من نوع المايكرو، زائد هيت فون هو من المعتاد المتوسط، يعتبره شركة هواوي او هونر. مبدئيا لو نجي ونلقي نظرة على التصميم الرائع، بصراحة قبل ما نبدي هذا هاتف مختلف جذريا عن السلسلة المتوسطة، وراح نتعرف على هذا الشيء احنا وياكم. التصميم هنا كان ببعض اللمسات من هونر اللي وضحت بي انه هذا الهاتف يكون ملائم للفئة اللي ترغب هاتف من المتوسطة، لكنه الديزاين ما تيكون ما الفلاكشيب او الخارقة. فهنا عندنا الظهر اللي تلاحظونه بهالشكل هذا الجميل، من الاسفل عندنا المايكروفون انوه عليه بالجنب الايسر، والجنب الايمن عندنا السبيكر او الجرس، زائد منفذ شحن المايكرو، من جهة اليمنى عندنا زر الباور، زائد رفع وخفض الصوت، من الاعلى عندنا مايكروفون ثاني وهذه حركة جيدة كفئة متوسطة، من الخلف عندنا كاميرا وبصمة، وعندنا ليد موجود بالشكل اللي تشوفونه امامكم، من اليسرى عندنا منفذ استقبال شريحتين ورام بنفس الوقت، من الاعلى الناتش والقدرة الخفيفة، من الاسفل هونر شعار هونر، وهذا بالنسبة للتصميم اللي موجود عليه. اما بالنسبه للشاشه فهي جدا جميله. هنا عندنا شاشه من نوع ال HD بلس IPS LCD، وهذا الشيء جدا جميل ك HD بلس. هذه الشاشه هي 6 انش مستغله الحواف بشكل جدا كبير وجميل، تدعم خاصيه الانشطار وخاصيه تعدد المهام اللي موجوده، زائد الحفره اللي موجوده بالاعلى اللي يتمثل لك هذا الهاتف على انه يكون مواكب السلسله 2019. بصراحه الالوان كانت جيده جدا، مشاهده الفيديو كانت تجربه ناجحه بالنسبه الي، والمعالج اللي موجود عليها مات معالج جيد وممتاز. طبعا بالنسبه للفيديو، مشاهده الفيديو على اليوتيوب، فهنا عندنا خاصيه الفول سكرين مدعومه عندنا، اللي من خلالها تقدر انه انت تشاهد الفيديو على نطاق الشاشه او على مدى الشاشه نفسه، لكنه في هذه الحاله راح تفقد بعض المشهد، يعني راح يقص لك شيء خفيف من عنده. مثل ما تلاحظون هذه التجربة اللي موجودة أمامكم، يقص لك بعض المشهد لكنه يعطيك فول سكرين، من خلالها تقدر تشاهد الفيديو كدقة عالية للمشهد المتوسط، وهذه تجربة الصوت كانت رائعة. ومثل ما لاحظنا تجربة الصوت كانت جدا مميزة، استخدام البصمة ما كنت أتوقعها بالشكل اللي جربته بصراحة. البصمة موجودة بخلف الهاتف تدعم جميع الخواص اللي ضافت شركة هواوي مسبقا، هي من حركات الماوس وغيرها. عندما جيت وعرفت البصمة أخذت معاي شوية وقت مثل ما نقول بلهجتنا العراقية، لكنه عندما جربته بصراحة نص ثانية يفتح معاك الهاتف بدون أي تلكئ وبدون أي توقف، وحتى إذا كان الصبع ببعض التلوث القليل ما راح يضر هذا الشيء، وهذه حركات الماوس أمامكم.
بصراحة المعالج هنا من نوع غريب هو ميديا تك بي 35 هيلو. ممكن يكون هذا المعالج لأول مرة تسمع به، لكنه أجزم لك أنه هذا المعالج من شركة هونر. يقول أنه راح يكون قادر على حفظ السيف باور للدرجة كلش كبيرة، وما لاحظت بيتا لك بفتح تطبيقات النظام، زائد انه الذاكره العشوائيه راح تكون هي مساعد جدا كبير للبروسر او المعالج، بحيث انه الذاكره العشوائيه هنا راح تكون 2 جيجا بايت مع ذاكره داخليه 32 جيجا بايت، وهذا الشيء ممكن ينطيك مساعده جدا كبيره على انه هذا الهاتف يكون اداءه مستقر بفتح التطبيقات وبالمشاهده وبالجيم. هنا عندنا بطاريه 3030 ملي امب غير قابل للازاله، ما تدعم شحن السريع، ممكن تكون كل هذه سلبيات بمنفذ شحن المايكرومات، لكنه اداها كان جدا جدا جميل. فعاليه المعالج اللي هو متوسط زائد الشاشه اللي كانت هم دقتها خلينا نقول متوسطه، فانطاك فعاليه الشحن جدا جميله، ممكن هي تقعد معاك يوم كامل باستخدام المتوسط. ولو جينا للكاميرات واهم قطعه هاردوير المحبين التصوير وتدوين اللحظات، فانا عندنا كاميرات مميزه درجه، كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل بفتحة عدسه 2.0. هذه الكاميرا بصراحه كاميرا مميزه كانت بالنسبه لي، ما توقعت من عندها هيك دقه وهيك اداء وتشبع الوان، ممكن يكونوا حده مثل ما تلاحظون بالمشهد اللي تشوفونه امامكم. هذه الكاميرا كانت جدا مميزه لي بالاداء بالاضاءه العاليه، لكنه بالاضاءه الخفيفه كان بها بعض النمش والتلكؤ. هذه لقطه اخذتها بالكاميرا الخلفيه اللي تلاحظونها للصوره نفسها، وهذه امات اللي تبين لك تشبع الالوان. هذه هنا عندنا تصوير بالكاميرا الاماميه اللي يوضح لكم انه مدى دقه الكاميرا والالوان اللي موجوده بيها والحركه بصوره عامه. بصراحه كان ادائها مستقر بالنسبه لي، وهذه لقطه اخذتها بالكاميرا الاماميه بالبودي من اللون الازرق اللي يبين لك انه هو حده لون جدا جميله. بصراحه اما الشاشه كانت لها اداء جدا كبير، يعني من ناحيه انه هي تنطيك الالوان اللي هي واقعيه، فدمجن مع بعض وانطني اداء جدا مميز. هذه اللقطه اخذتها بالليل اللي ممكن يكون هناك اكو بعض التشتت بالصور، لكن هذا الشيء واقعك واجهزه عندنا فلاج شوب يا هالشيء. طبعا هذه الكاميرا الاماميه الخاصه بهاتف اونر اي 8، لا اي 8 من سامسونج، اونر 8 اي دائما اغلط فيها. يعني كدقه وكالوان لا باس بها، نقدر نقول هي تنطيك اداء متوسط. خاصيه الزوم ما موجوده اللي انت تكبر على الشاشه هذه حاول. وهذه امامنا مشهد بالكاميرا الخلفيه فيديو يوضح مدى دقه هذه الكاميرا وادائها اللي كان مستقر وموازن بالنسبه لي. واجهت مشكله كتصوير متوسط يعني، واللي يبحثون عن اداء متوسط. اكثر مما عجبني بهذا الهاتف انه يستقبل شريحتين ورام بنفس الوقت، يعني ما يخيرك اما شريحتين او شريحه ورام، فعاليه الذاكره موجوده داخل 32 وتقبل تحت. اخوكم سجاد الشمال.